قرار بدفن جثمان المذيعة شيماء جمال ودفاعها استلام الجثمان غدا. قالت المحامية نهى أبو بكر دفاع والدة المذيعة شيماء جمال أنه صدر قرار من النيابة بدفن الجثة. وأضافت مها أبو بكر في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك أن تصريح الدفن خرج بعد مطابقة البصمة الوراثية للمتوفى شيماء جمال مع والدتها، وأشارت إلى خروج الجثمان غدا من مشرحة زنهم وتقام صلاة الجنازة عليها بمسجد السيدة نفيسة. وقرر قاضي المعارضات بجنوب الجيزة اليوم الأحد تجديد حبس زوج المجني عليها المذيعة شيماء جمال 15 يوما على ذمة التحقيقات للاتهام وهو شخص آخر بقتلها عمدا مع سبق الإصرار، وذلك أونلاين عبر تقنية البث عن بعد والمطبقة حديثا في المحاكم. وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس، وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذا للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره. وأصدرت النيابة العامة بيان الأثنين الماضي أكدت خلاله أنها تباشر التحقيق في واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال. وذكرت النيابة في بيانها أنها تلقت بلاغا من عضو بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال والتي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحد بالتسبب في ذلك. فباشرت النيابة العامة التحقيقات إذ استمعت لشهادة بعض من ذوي المجني عليها الذين شهدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور. وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تشكك في صحة بلاغه، ثم بتاريخ 26 من شهر يونيو الجاري مثل أحد الأشخاص أمام النيابة العامة أكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج المبلغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها. وأزاء ذلك والعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنا باتخاذ إجراءات التحقيق ضده، وذلك بشأن الواقعة المتهم فيها. وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره وتتبعت خط سيره في اليوم الذي قرر الشخص الذي مثل أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة ترجح صدق روايته. وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه. لو عجبك الفيديو وعجب القناة معلومة ترند اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس وما تنساش تشاركها مع أصحابك.